بعض الدول لديها سياحة الانتحار، يعني يأتي الآتي إلى هذه الدولة لينتحر، نسأل الله العافية والسلام. حتى اجتمع بعض الرؤساء ومن لهم الشأن ومنعوا هذه الدولة من هذا الفعل، وقالوا يبقى فقط الانتحار لمن كان في هذه الدولة. ثم بعد هذا صنعوا مكتب يسجل فيه من يريد ينتحر، لأنهم لم يعرفوا أحيانا ما سبب وفاة بعض الأشخاص، وفتحوا مكتب حتى يسجل من يريد الانتحار. جاء إليهم رجل من المسلمين ودخل إلى هذا المكتب، قالوا أهلا وسهلا، ماذا تريد؟ هل تريد الانتحار؟ قال لا، أهل الإسلام لا يمكن أن يصنعوا هذا الصنيع. وهرقل ذكر هذا لأبي سفيان رضي الله عنه، أنه لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه. فهذا الرجل عندما دخل هذا المكتب وقال أنا أريد أن كل من يأتي يريد ينتحر أن أتكلم معه وأعرض عليه الإسلام، إذا أسلم بإذن الله لا ينتحر. فأصبح كل من يأتي لهذا المكتب يحول على هذا المسلم، يعرض عليه الإسلام، ثم بعد هذا لا ينتحر. فأصحاب هذا المكتب جاءوا لهذا المسلم وقالوا له نريد ننشئ لك مكتبا نكتب فيه الانتحار.